السلام عليكم. اليوم إن شاء الله نقدم لكم وصفة جد رائعة بمكونين فقط، وهي كريمة الباذنجان بالجبن. عندنا 3 أو 4 باذنجانات مقليين، وعندنا حوالي 4 أو 5 قطع جبن، وثلاث فصوص ثوم، هذه اختيارية. نديروهم في الخلاط ولا لبغا ميكسور، نمكسيوهم مليح حتى يولو كالكريمة. نقدر نعوضو به المايونيز، ونقدر نحشو به بزاف حوايج، وان شاء الله رايحة ندير فيديوهات قريبا واش نقدرو نحشو به. جربوه وعلى بالي بلي ما رايحينش تندمو فيه، لانها وصفة بنينة بزاف. وما تنسوش الاشتراك في القناة وديروا لايك في الفيديو اذا عجبكم.